السلام عليكم. إن شاء الله اليوم غادي نوجد نقدم لكم غريبة البهلة. غادي نحتاجوا لها 425 ديال الدقيق، جوج خمارات، 4 لترو ديال الزيت دافي، 200 غرام ديال السكر كلاصي، معلقة صغيرة عامرة ديال القرفة، وعندنا 200 غرام ديال اللوز حمرته شي شويه بعد ما بقشورو وحمرته وطحنته مهرمش، ودرت معاه 100 غرام ديال الزنجلان، ومعلقه كبيره ديال ماشي عامره بزاف، معلقه متوسطه ديال النافع، وهرمشتهم. دابا غادي نبداو على ما شاء الله. غادي ناخذوا هاد البلاصه اللي غادي نخدموا فيها هادشي. غادي ناخذوا النواشف مع فريسة الملح، راه كاينه هنايا، السكر، معالجات، غادي ندير خميره الحلوى، غادي نزيد خميره الحلوى، قلنا جوج ديال 15 غرام، مع القرفه. غادي نخلطوا هاد النواشف كلها مزيان. هاني خلطت هادشي مزيان. غادي نحلو هنا حفيره، غادي نديرو هاد الزيت شويه بشويه، انا غادي نبقى كنجمع نوريكم. دابا غادي نخلطو، شتي هي دخل فيها داك الزيت كامل. غير سمحوا لي البنات، لا خليكم الطحين ماشي 425، 525 يعني نص كيلو، فوق منه واحد 25 غرام. صافي، ما كنعجنوهاش بزاف، هي ما كتحتاجش تدلك بزاف. الناس انهم تيقول لك خص البهلات تمعك مزيان، تدلك مزيان، لا صافي، انا جمعتها بداك المقادير كامله. غادي نخليها ترتاح واحد الربع ساعه ولا 20 دقيقه، من بعد غادي نولي نديرها كويرات، ومن بعد غادي نولي نخليها عاوتاني ترتاح فعلا واحد نص ساعه ولا ساعه الا ربع في التبصيل، ومن بعد عاد غادي ندخلها للفران. غادي طيب من الفوق ومن التحت. انا عندي فران ديال الضو، على حسب الناس اللي عندهم الغاز كيقولوا بانهم تيصبقوا لتحت عاد تيشعلوا الفوق، المهم على حسب كيفاش عندهم كيصدق لهم الطياب. انا كنطيبها كي الفوق كي التحت، ما عنديش انني كنطيبها هكا ولا هكا. ها نتوما شفتوها، دابا غادي نخليها ومن بعد غادي نكورها وغادي نتلاقى مع الشكل النهائي ديالها. هنا من بعد ما ارتاحت نص ساعه درت الكورتها، خليت لكم كيفاش غادي ديروا الكره. ملي تبغيو تكوروا البهله يعني غادي تقبطوا العجينه، ما تبركوش عليها بزاف. الا بغيتوها تشق لكم وتجيكم مزيانه وهشيشه، غادي ديروا غير هكا بالخف، يعني هكا بحال كديري واحد الهرم من هنا وهرم من هنا هكا، وكتنزلوها غير هكا وما تتقرصوهاش، يعني كتبقى بلاصتها. نعاود عليكم واحده اخرى، مثلا هذه، هانت هي هكا هي بالعقل، وهي كتجمع راسها بيديها. وحنا انا علاش كندير الزيت؟ لان الزيت هي اللي كتخلي البهله مقرمله، كاينين اللي كيديروا فيها الزيت والزبده كتجي مزيانه، ولكن ما تتصبرش بزاف، كتبقى دائما هذه مقرمله، في اي وقت كتبغيها كتلقيها مقرمله. صافي، دابا غادي نخليها عاوتاني ترتاح، ومن بعد غادي ندخلها الفران. بعد ما غادي نرشها دابا شي شويه بالقرفه، كندير لها هكا واحد الخطيط ديال القرفه، غير شيشه
باش كتعرف انها مصوبه فيها القرفه. صافي انا غادي نستمر هكذا ونكملها وندخلها الفران حتى ترتاح شويه، ومن بعد غادي نتلاقى معكم مع الشكل النهائي ديالها. صافي هذا هو الشكل النهائي ديال غريبه الشكل النهائي ديال غريبه البيله، وكنتمنى تعجبكم. وما تنساوش تشاركوني على القناه ديالي او الصفحه وديروا جيم، اللي شاف يدير جيم ماشي مشكل ماشي عيب. وكنتمنى تعجبكم وشكرا لكم بزاف على المتابعه. صافي هذا هو الشكل النهائي ديال غريبه البيله، وكنتمنى تعجبكم. وما تنساوش تشاركوني على القناه ديالي او الصفحه وديروا جيم، اللي شاف يدير جيم ماشي مشكل ماشي عيب. وكنتمنى تعجبكم وشكرا لكم بزاف على المتابعه. صافي هذا هو الشكل النهائي ديال غريبه البيله، وكنتمنى تعجبكم. وما تنساوش تشاركوني على القناه ديالي او الصفحه وديروا جيم، اللي شاف يدير جيم ماشي مشكل ماشي عيب. وكنتمنى تعجبكم وشكرا لكم بزاف على المتابعه.